محاضرتنا اليوم راح تكون ديسكشن في مسائل شابتر 2. احنا وزعنا عليكم اوراق، يمكن مش الكل اخذها، اذا في حدا نقص عليه اوراق ممكن من المكتب يجي ياخذها. اوراق فيها مسائل، ارقام المسائل اللي راح نعمل فيها ديسكشن، وارقام المسائل الهوم ورك اللي راح تحلوها انتم لوحدكم. طبعا الاصل انه كل طالب يدرس مسائل الديسكشن يفهمهم او يحاول يفهمهم، يحلهم او يحاول يحلهم، يشوف وين الاشياء الصعبه سواء في اللغه او في طريقه الحل. فاليوم طبعا راح نناقش مسائل شابتر 2 في مجموعه مسائل موجوده للمناقشه. اول سؤال هو بروبلم 5. بروبلم 5 زي ما هي موجودة أمامكم، الكل شايف. problem 5 problem 3 sorry problem 3 a person walks fast at constant speed 5 meter per second along a straight line from point A to point B then back along the line from B to A at constant speed of 3 meter per second. شو المطلوب السؤال؟ A. What's her average speed over the entire trip? B. What's her average velocity over the entire trip? يعني في شخص أو طالبة مشت مسافة من نقطة A إلى نقطة B بسرعة معينة هي 5 متر per second، رجعت نفس المسافة بس بسرعة مختلفة 3 متر per second. الآن مطلوب منا حساب الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي. اوكي بليز. اوكي اذا هذا سؤال ثلاث. بكل سؤال انه في عندي انا نقطة A نقطة B بعيدين هنا، فالشخص صار مسافة من A إلى B بسرعة 5 متر per second ذهابا from A to B بهذا الاتجاه، وعادة من B إلى A بسرعة 3 متر per second. كان مطلوب A average speed ومطلوب B average velocity. إذا المطلوبين في السؤال. طبعا احنا من معلوماتنا اسهل ان نطلع مطلوب بي في الاول، مطلوب بي نحله قبل A. الافرج فيلوسيتي شو بنعرف انها تساوي؟ تساوي دلتا اكس على دلتا تي. ايش هي دلتا اكس؟ دلتا اكس صفر، ليه؟ لان الجسم انتقل من A وعاد الى A. So the displacement is equal to zero. The displacement is equal to zero. اذا بنيجي نقول this is zero على دلتا T and it's equal to zero. لكن لما نيجي نطلع الافريج سبيد، average speed ممكن واحد يجي يطرح السؤال يقول انا عندي 5 متر بير سكند وعندي 3 متر بير سكند، هل ممكن اني اجي اقول السرعه المتوسطه هي مجموعهم على 2 زي ما انه واحد يجي يحسب معدله 90 زائد 80 على 2؟ هل ممكن
ليه؟ هو الجواب انه نو ما نقدرش. ليش؟ لانه الجسم استغرق في قطع المسافة من A إلى B زمن يختلف عن زمن from B to A. زي ما انك تيجي تاخذ علاماتك في مساق له ساعة معتمدة ومساق له ساعتين معتمدتين. فرضا انت اخذت في المساق اللي له ساعة معتمدة 90 والمساق اللي له ساعتين 80. هل انت بتقدر تيجي تحسب معدلك تقول 90 زائد 80 على 2؟ نو، لانه ما لهمش نفس الوزن، واحد له ساعة معتمدة وواحد له ساعتين. ايضا هنا ما بنقدرش نحسب بنفس الطريقة المعدل. ليه؟ لانه زمن الذهاب يختلف عن زمن الاياب. طب اذا شو العمل؟ بدنا نحسب، نرجع للبرنسبل. ايش هو الافريج سبيد؟ نيجي نقول A افريج سبيد تساوي ديستانس على تايم. اوكي، كم الديستانس؟ افترض ان المسافة كلها من A الى B D. فكم بصير التوتال ديستانس؟ 2D. على خلينا نفترض انه زمن الذهاب T1، زمن الإياب T2. إذا هذا زمن T1، هذا زمن T2. طب لازم نعرف T1 وT2 حتى نقدر نعرف الأفريج سبيد. أوكي، خلينا نجي نشوف إيش تساوي T1. T1 تساوي المسافة دي على 5 على السرعة. T2 تساوي دي 3. إذا لما يجي نحسب الـ average speed شو تساوي؟ تساوي 2D على D على 5 زائد D على 3. لو جينا وحدنا المقامات راح يطلع لنا الجواب 30، تأكدوا من ذلك، على 8، وتساوي 3.75 متر بالسكند. طبعا نختصر دي مع دي بيطلع لنا الجواب 3.75 متر بير سكند. اذا لاحظ مش 4 زي ما احنا متوقعين، انه 3 زائد 4 على 2 يساوي 3 زائد 5 على 2 يساوي 4. نو، 3.75 متر بير سكند. This is the average speed. يعني لو ان الجسم تحرك بهذه السرعه طول المسافه، يعني ذهابا وايابا، لقطع المسافة بنفس الزمن، بنفس مجموع الزمنين T1 زائد T2. في حدا عنده أي استفسار عن حل هذا السؤال؟ دكتور الـ average speed distance على دلتا T ولا على التوتال تايم؟ على التوتال تايم. على التوتال تايم، أوكي؟ أوكي، دلتا T هو المقصود في التوتال تايم، دلتا T مقصود في إنه الفرق في الفترة الزمنية منذ البداية إلى النهاية، يعني it's the same total time ولا delta t is the same. اوكي، هل عنده أي استفسار؟ نيجي للسؤال الثاني اللي هو أعتقد سؤال 11.
الشمال الجاي هو سؤال 11. سؤال 11 بيقول a particle starts from rest. كم السرعة الابتدائية إذا؟ Zero. And accelerates as shown in figure. يعني the figure, this figure shows the relation between acceleration A and T. Then عندي acceleration and time. The acceleration بالمتر per second squared والtime second. Okay. بيقول في الفترة من 0 إلى 10 كان التسارع ثابتا يساوي 2 متر لكل ثانية. بالفترة من 10 إلى 15 كان التسارع كم؟ صفر. يعني الجسم يسير بسرعة ثابتة. Constant velocity. من 15 إلى 20 كان التسارع minus 3. يعني it was decelerating. The object was decelerating. يعني بتباطأ. بتسارع مقداره minus 3. شو مطلوب في السؤال؟ مطلوب في الأول the particle's speed at t equals 10 and at t equals 20. بدنا نطلع the speed at t equals 10 يعني هون and the speed at t equals 20. هذا إذا المطلوب الأول. بدك تسأل؟ المطلوب الثاني the distance traveled in the first 20 seconds. بدنا نطلع distance traveled in the first 20 seconds. معروف إذا شو المطلوب في السؤال؟ أوكي. إذا سؤال 11. خلينا بس نرسم سكتش. هنا A. هنا T. التسارع كان هنا ناخذ خط ثاني كان 2 وبعدين كان 0 وبعدين 10. إذن هنا t equals 10 هنا 15 هنا 20 هاي 2 هاي minus 3. المطلوب إيجاد the speed at t equals 10. إذا بنطلع speed at t equals 10 بنطلعها إما من قوانين الحركة إنه عندنا جسم الآن بدأ من السكون يعني V initial equal zero بين V final at T equals 10 تساوي كام A تساوي 2 و T تساوي 10. نقدر نطبق على قانون الحركة الأول. شو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا من هون راح يطلع لنا V at 10 يساوي 0 زائد A اللي هي 2 في 10 وتساوي 20 متر بير سكند. هاي السرعة. طبعا هو قلنا the speed it could be as the velocity لأنه ال velocity وال speed are the same if the direction is the same. إذا كان ما تغيرش اتجاه الحركة بيكون ال velocity and the speed are the same. بده الآن V at 20. قبل ذلك لو رجعنا الشكل
ممكن واحد يقول المساحة تحت هذا المنحنى يعني مساحة هذا المستطيل تمثل التغير في السرعة. التغير في السرعة ليه؟ لأنه من التكامل، إذا بتذكروا في المحاضرة السابقة، من التكامل، التكامل يساوي التغير في السرعة V final، يعني بمعنى آخر نقدر نكتبها هيك V final V على 10 minus V at 0، هذا التغير في السرعة يساوي الأريا ويساوي تكامل A D T من 0 ل 10. طبعا A 2 نقدر نعمل التكامل، راح يطلع لنا المساحة تساوي 20. إذا V 10 تساوي V 0 زائد 20 which is 20. يعني نقدر نحل السؤال بطريقتين، من المساحة التي تمثل التغير في السرعة ومن القانون. الآن لو بدنا نطلع السرعة at 20، خلينا نقول السرعة at 15، كم كانت السرعة at 15؟ لا السرعة 20. السرعة عند هاي اللحظة عند هي كانت زي السرعة هون، هنا ما تغيرتش السرعة لأن السرعة صفر. سرعة V10 تساوي V15 وتساوي 20 متر بير سكند. إذا خلينا بدل نقول V20 تساوي V15 plus AT أو V10 دكتور وتساوي V15 كنا 20 زائد A اللي هي ناقص 3 في الفترة الزمنية من 15 ل 20، بين 15 و 20 5، شو بيطلع الجواب؟ 5 متر بير سكند. يعني السرعة عندما كان الزمن 20 كانت السرعة تساوي 5 متر بير سكند. إذا سرعة الجسم بعد 20 سكند 5 متر بير سكند، سرعته بعد 10 سكند 20 متر بير سكند، سرعته بعد 15 سكند 20 متر بير سكند. يس. احنا قلنا هذا بنحل السؤال المطلوب الاول بطريقتين، الطريقة الأولى تطبيق على القانون. الطريقة الثانية إنه احنا بنعرف دائما خلينا نكتب هون. بنعرف إنه A تساوي D V by dt right، بنعرف انه التسارع يساوي مشقة السرعة. طيب هلا اذا dv تساوي a dt، لو كملنا الطرفين تكامل هاي من v initial من v 0 ل v 10 من 0 ل t ل 10 من 0 ل 10، فبيطلع لنا شو التكامل هذا؟ عبارة عن V10 minus V0 يساوي A DT. A هي 2، طلع برا بصير تكامل DT هي T، بيطلع لنا الجواب نفسه. اوكي okay. اي سؤال ثاني؟ المطلوب الثاني في السؤال اذا تذكرته بدنا نطلع كم الديستانس. ايضا نقدر نطبق على القانون. في المرحلة الأولى اكس ال 10 تساوي في ال 0 في الزمن 10 زائد نص A T تربيع. شكل القانون اكس تساوي في نوت T زائد نص A T تربيع. V نوت هي زيرو، شو عرفنا انها زيرو؟ starts from rest. starts from rest means the initial speed أو velocity zero plus نص A 2 في المرحلة الأولى T 10 بصير هاي 100. شو طلع الجواب؟ 100
at t equals 15 كم المسافة اللي تحركها الجسم at t بعد 15 ثانية v أو x 15 تساوي x 10 زائد يعني المسافة اللي تحركها الجسم في أول 10 ثواني زائد كم المسافة التي تحركها الجسم في الخمس ثواني بين العشرة والخمستاش. في هذه الفترة كان التسارع صفر. إذا التسارع صفر السرعة منطومة. إذا المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. كم السرعة؟ 20. إذا كانت السرعة 20 في الزمن 5. هاي السرعة اللي كانت أصلا V at 15 في 5 وتساوي 200 متر. طيب بالفترة الثالثة اللي هي من 5 من 15 إلى 20 X 20 تساوي X 15 زائد الآن بدنا نطبق على القانون التباطؤ أو التسارع سالب. شو السرعة الابتدائية بالمرحلة هاي؟ يعني هنا بالقوس بالمربع هذا مستطيل شو بدنا نقول؟ السرعة الابتدائية 20 في الزمن 5 في initial للفترة هاي هي 20 في 5 زائد نص. كم التسارع؟ ماينس 3 في 25 اللي تي سكويرد. لو جمعنا هذول مع بعض رح يطلع لنا الجواب 200 زائد كم هذول 100 ناقص 37 ونص 62 ونص اذا بيطلع لنا الجواب 262.5 متر. اذا المسافه الكليه التي يقطعها الجسم تساوي 262.5 متر. Any question؟ مين مش عارف كيف حسبنا المسافة؟ قد جزأنا المسافة في كل مرحلة طبقنا القانون. أوكي؟ في المرحلة الأولى طبقنا القانون، المرحلة الثانية طبقنا هذا القانون اللي هو السرعة منطلقة معناها التسارع صفر، فالمسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. والقانون الثالث طبقنا القانون اللي فيه تباطؤ بدل تسارع. حد عنده أي استفسار عن هذا السؤال؟ طيب سؤال رقم ثلاث اللي هو اعتقد سؤال حدا عنده ورقة الأسئلة؟ أسئلة الكتاب ياس الورقة حدا عنده الورقة؟ اعتقد سؤال 24 15؟ أم سوري إذا كان 15 بده يكون هون. أوكي. Okay, شو السؤال بيقول؟ An object moves along the x-axis according to the equation. احفظوا الإيكويجن. 3t squared minus 2t plus 3 meter where t is in seconds and x in meters. Determine the average speed. لاحظ بدنا average speed between t equals 2 and t equals 3. إذا بدنا وش average speed. Then the instantaneous speed at t equals 2 and at t equals 3. بعدين بدنا the average acceleration between t equals 2 and t equals 3. بعدين the instantaneous acceleration between t equals 2 and t equals 3.
اوكي. اذا نيجي لسؤال 15. سؤال 15 شو بيكون السؤال؟ بيكون في عندي انا اكس تساوي 3 تي سكويرد ماينس 2 تي بلس 3. اذا معطينا هو the position in meter and the time in seconds. اوكي بده السؤال اول شيء average speed between t equals بده average speed. وين بده اياها الافرج سبيد؟ من 2 and 3. بيعطينا فتره لما يطلب منا افرج. اذا من t equals 2 ل t equals 3. شو تعريفنا للافرج سبيد؟ التكامل. الافرج سبيد هي من اول شيء ممكن تكون زي الافرج فيلوسيتي اذا لم يعكس الجسم اتجاهه. If the object is moving in the same direction, the average speed and the average velocity are the same. الآن إذا الجسم عكس اتجاهه لازم نطلع total distance ونطلع total time. خلينا نتأكد الأول كيف بنعرف إنه الجسم عكس اتجاهه ولا لا. If the object reverses direction or not between t equals 2 and t equals 3. في هاي الحالة بنشوف متى تكون السرعة صفر؟ لأنه if the object is to reverse its direction, it must pass through the v equal zero period. Okay؟ فلازم نشوف v equal zero وين تا؟ متى؟ كيف بنعمل؟ نشتق x. شو بنقول؟ dx by dt تساوي 6t minus 2. This should equal 0 at what time? ثلث. إذا at t equals ثلث the object reverses its direction. But during the period from 2 to 3 seconds, the object will not reverse the direction. إذا نستنتج من هنا إنه the average velocity زي the average speed. إذا النتيجة هاي إذا between t equals 2 and t equals 3, no, the same direction, okay, the same direction, of motion. بمعنى آخر إنه الافرج سبيد ايكوالز افرج فيلوسيتي ويساوي دلتا اكس على دلتا تي ويساوي اكس 3 ماينس اكس 2 على 3 ماينس 2. كم x3؟ بنعوض في المعادلة عن t equals 3. شو بصير عندي؟ بصير عندي 3 في 3 squared minus 2 في 3 plus 3 minus هاي 24. الثانية كيف بنقدر نحسبها؟ بنفس الطريقة شو راح تطلع عندي؟
x2 تصير 3v2 squared اللي هي 12 زائد 3 15 ناقص 4 11 اذا بيطلع ماينس 11. في حدا مش عارف كيف حسبنا ال 11؟ طلع مثلا الفتره من صفر لغايه 2 والثلث موجوده بيناتهم، شو بنعمل؟ اوكي لو كانت موجوده فتره انتقال، لو كانت كان المطلوب هو من صفر لاثنين، لازم نعرف الاول من صفر حتى t equal sods وين عكس الجسم اتجاه الحركه، بنشوف كم المسافه اوكي او كم الازاحه، بعدين بنشوف من هاي الفتره لنهايه الفتره وبنجمعهم مع بعض جمع اوكي على واحد. راح يطلع الجواب عندنا هنا 24 ناقص 11 على واحد ويساوي 13 متر بير سكند. اذا الافرج سبيد تساوي الافرج فيلوسيتي وتساوي 13 متر بير سكند. طب لو طلب منا الان الانستانتينيوس، طلب منا في ات تي ايكوالز 2، بنقول دي اكس باي دي تي وتساوي كم؟ 60 ماينس 2 وتساوي 6v2 ماينس 2 وتساوي 10 متر بير سكند. while v at t equals 3 بنفس الطريقة بنعوض 6 في 3 ماينس 2 ويساوي 16 متر بير سكند. طالب المطلوب الآخر what is the average acceleration؟ average acceleration شو يساوي؟ يساوي دلتا v على دلتا t. ايش دلتا v؟ معناها v at t equals 3 minus v at t equals 2، يعني 16 ماينس 10 على 1 وتساوي 6 متر بير سكند سكويرد. طالب ايضا what is the instantaneous acceleration؟ من فاضل هاي مره ثانيه، a بيساوي dv by dt ويساوي 60 متر بير سكند سكويرد، وهو كونستنت باي ذا واي، يعني ال t equals 2 ال t equals 3 the same acceleration. any question؟ طيب نيجي لسؤال اخر. I think سؤال 24. I think 24 نفس الشيء بس في اختلاف قليل. يقول a particle moves along the x-axis. Its position is given by the equation x equals 2 plus 3t minus 4t squared. اكتبوا المعادلة عندكم هاي. x تساوي 2 plus 3t minus 4t squared. يقول determine its position when it changes direction. نطلع the position when it changes direction، هاي المطلوب الأول، بعدين its velocity when it returns to the position it had at t equals 0. Okay؟ سؤال 24 in few minutes. لا ضايل. خلاص هيك؟ نيو بيج. نيو بيج. لازم اوكي سؤال 24 نعطينا اكس شو تساوي؟ 2 ب
بده في الأول when it changes، بدنا نشوف الزمن اللي عنده تتغير اتجاه الحركة when it changes direction. إذا معناها v equal zero بدنا نطلع when the time v equal zero. Then v equal zero وتساوي dx by dt اللي هي 3 minus 8 t. إذا كم t هنا؟ 3/8. بدو البوزيشن، the position of the object when it changes direction. بدنا نيجي نقول x at t equals 3/8 يساوي 2 زائد 3/3/8 minus 4 في 9 بيطلع لنا الجواب هنا. بيطلع لنا كم الجواب؟ إذا هذا المطلوب الأول. أما المطلوب الثاني بيقول بده كم سرعة الجسم when it returns back to its position, to its initial position. مين بيقول لي what is its initial position؟ كم كان x at t equals 0؟ 2. At t equals 0 كان x تساوي 2. بدنا نرجع نشوف متى يعود الجسم إلى x equals 2. نجرب نقول x تساوي 2 وتساوي 2 minus 3t plus 4t squared ولا العكس؟ العكس. لا this is a plus. Where is the eraser? Okay. Okay. إذا بنحط هنا ناقص زائد. بهاي المعادلة بنقدر نخسر اثنين، ما يعني نقول اثنين ناقص اثنين صفر، فبيطلع لنا الجواب إما t تساوي زيرو أو the initial case أو t تساوي كم؟ ثلاث أرباع. ثاني هلا كم سرعة الجسم عندما t تساوي 3 quarters of a second؟ نرجع نطلع v، كم v تساوي؟ 3 minus 8t. هلا بنعوض t equals 3 fourths. 3 minus 8 في 3 fourths. شو بيطلع لنا الجواب؟ 3 ماينس 6 ماينس 3 متر بير سكند. ايش يعني؟ انه الجسم بيكون راجع سرعته 3 متر بير سكند in the negative x direction. in the negative x direction. 3 ناقص 6 وتساوي ناقص 3 متر بير سكند. اوكي؟ طب أرجو أن المرة القادمة تحاولوا بقية المسائل في الدسكشن. إذا حدا عنده أي سؤال في بداية المحاضرة بنسأل ومنجاوب وبعدين نبدأ بشابتر 3.